السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جيت نتقدى وعجبني هذا المنظر ديال الماء، عرفتي بغزال، قلت نصور معكم واحد شويه ونسلم عليكم ونقول لكم كي دايرين، لاباس بخير، ونقولوا اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء اللي ابتلانا به سبحانه وتعالى، ويا ربي تحيدوا علينا وترجع الايام زوينه كما كانت ان شاء الله الرحمن الرحيم. ناخذ الساق ديالي سلام، يدي لي شي واحد داكشي اللي خديت. عجبني هذا المنيطر والله، عجبني زوين، قلت علاش ما صورش معكم. هيا كاينه واحد الطائر ديال النورس، فهو يمي سالي دنيا مونجي باش نعطيه اياه، هاتي زوين وغادي ونتابعه. ولا لا شحال زوين شتي، زوينين طيور النورس فين قال لك هاد الطيور ديال النورس من اذكى الطيور الموجوده على وجه الارض، هما هاد الطيور النورس، عندها واحد الذكاء خارق سبحان الله سبحان الله العظيم. زعما ما نقولش ليكم، عندها واحد الذكاء، قريت عليها فواحد لاختيكل، قال لك عندها واحد الذكاء خارق. هانتوما نصور معاكم واحد الشويه، نسدو من هنا باش ندوزو. دابا غادي نفير لو تور، ندخل من الداخل. شو الصوت ديالها ما نقولش ليكم، يكونوا دائما هنا كيصيدوا دوك، كيصيدوا هادوك لي بواسو الصغار كياكلوهم. انا دزت، شوفوا لي شحال، شتو بلاتي ندير هادي نكبرها شويه، راهو معايا شتو واحد المنظر زوين. واحد لا تقلق ولا شي حاجه ولا بغى يقاد لي زيدي ديالو، زعما لي الافكار ديالو، يجي لهنا يضرب واحد الدويره. انا من عشاق بحال البحر ولا الانهار ولا الشتاء، انا نموت اي حاجه فيها الماء عزيزه عليا. ربي سبحانه وتعالى قال في القران الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حي، والله يعطينا الشتاء على قد النفع، ماشي بحال الشتاء اللي طرات في كازا وساكنه دوك الناس اللي تضروا بزاف. حقيقه كازا عزيزه عليا ومدينتي، وما نبغيش لها اي حتى ضرر، وما نبغيو اي ضرر حتى شي حد الحقيقه. ايوا واش غنقول لكم، الله يحد الباس، والله يعطينا دائما الشتاء على قد النفع. انتو راهما الطيور، شتو راهما اللي عرفتي غزالين غزالين غزالين. تخافيرسي الله وصلات، ها هي كان عندي فارة واحد الطائر، طيور النورس شحال زوينين غزالين، شتو فيني. شوف الما كيداير قبيله، عرفتي كانت الشتا كان الما ماشي هادئ، كان واحد الما ما نقولش ليكم، كان الما شويه مع الشتا كتصب عليه، كان منظر زوين ومع كانت الشتا قلت خليه تنخرج ندخل للسونتر ونخرج نصور نفيلمي. الساعة ملي خرجت لقيتو حبست الشتا، شمات مني. هاهو واحد الجوج هنايا، جي ان بو دو كاتو ولكن ما عنديش كيفاش نجبدو باش نعطيهم ليهم. هاهوما طيور النورس، شتو كبير الغزال، زين طائر النورس فوالا. لي موات سميتهم بالفرنسا، دون فرونسي سي لي موات، لي موات هما طيور النورس. هاهي تخافيرسي هاديك غادية، هزت الناس وغادية. شو هدا الستاسيون لاخر لي في الديزنافيان، راه واحد الطائر يلاه حط ليه. إيوا الحق درت معاكم هاد الفيديو الصغيور هكا، تعجبوني كيفاش كياكلو كلشي دنيا يمي، وكيفاش كيطيرو، وقلت نفيلميهم تاني معاكم. يلا نتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير، كاع الناس اللي معانا ومشاركه معانا وكدعمنا. نو اوني ريان بلا بيكم، حنا والو بلا بيكم نتوما اللي متابعينا وكتشجعونا، وميرسي بوكو. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء. المهم انا غاده وبان لي هاد لو تابلو هنايا، هادي ديال بوبليسيتي، هاد البانو ومكتوبه فيه
هذيك البورت دي ماسك هي اوبليغاتوار، زعما كاينه خص الواحد يدير الماسك ديالو، اللي لقاوه ما دارش الماسك عندو 135 أورو دامون، 135 أورو ديال لامون، اللي غادي المهم غادي يخلصها معرفتش نقولها بالعربية، نقدر نخطأ فيها ونقول شي كلمة خايبة، هاهي، ولي ماسك سي أباغتيغ دو 11 أون، من الدراري هالكبار هادي والدراري أباغتيغ دو 11 أون خصهم يديرو لي ماسك، شتو؟ فوالا، اللي ما دارهاش ياخد تغطية ولا أون أموند. يلا إلى اللقاء.